مرحبا بكم أصدقائي مع فيديو جديد عن مسلسل الأسيرة. وقبل قليل نزل الإعلان الترويجي لمسلسل الأسيرة، وهذه المرة الإعلان جميل جدا. إعلان يجمع بين كوبل الأرهر وهم معا بجانب بعضهم، هيرا وأرهون بجانب بركة الماء وهم سعداء. وهيرا تقول لأرهون: انظر تلك السحابة هناك تبدو مثل الحمل. وأرهون يقول لها برأيي: تريدين تحويل المنزل على البحيرة إلى المزرعة؟ وهي تقول له: ولكنني لست الوحيدة التي تريد ذلك. وأرهون يقول لها: يعني لديك أيضا شريك في الجريمة، بمعنى هو كذلك معها في هذا. وبعدها يقول لها: أعتقد أنني أعرف من هي. ومباشرة يلتفتون لرؤية شخص ما أمامهم. ثم قالت له هيرا: إنها تشبهك. وهو يقول لها: برأيي هي مثل أمها تماما، واللي رأوه وتكلموا عنها هي الطفلة أليف، فهل من الممكن أن يكون كل ما نراه حلم أو فلاش باك من هيرا أو أرهون؟ الصراحة أنا لا أعتقد ذلك، والسبب هو أن أرهون يظهر بلوك جديد، على الرغم من أن هيرا ما زالت تشبه بلوكها القديم، وبشعرها ما زال لم تقصه. وهيرا أو محاسن مؤخرا شاركت صورة لها جديدة بلوكها الجديد، يعني قد يكون هذا المشهد صوروه قبل تغيير لشكل شعرها. وكذلك المقطع الترويجي لا أعتقد أنهم ينزلوه مجرد حلم، فممكن أنهم التقوا حقا مع بعض بعد ما أتت إليه لزيارته بالسجن في الترويج الأول، وبعد ما علم أن لديه طفلة، وبعد ما خرج من السجن التقى بها وبالطفلة وتحدثوا عن حلمهم، أو أن ربما قد يحلم بهذا أرهون بعد ما أتت هيرا لزيارته وبيديها الطفلة أليف وتعرف عليها لأول مرة. المهم، رغم كل هذا فالكثير من الفانز أعجب بالإعلان الترويجي هذا، لأنه كان لأول مرة إعلان يظهر به أرهون وهيرا قبلنا الأرهر وهم مع بعض، والانسجام اللي فيما بينهم دائما بنشوفه بمشاهدهم. وقريبا رح ينتهي الشوق، ورح نشوف أبطالنا، ورح نشوف الأحداث اللي رح تصير، وكذلك كل شيء راح نكتشفه مع بداية المسلسل. وكما شفنا هيرا وأرهون محاسن وجينيك عملوا ترويج، مقطع فيديو ترويج للمسلسل وبداية المسلسل، ولكن ما صرحوا إلى الآن هل المسلسل سيتحول إلى من يومي إلى أسبوعي، لأن حاليا مسلسل العروس كان أسبوعي وأصبح يومي، لكن ربما رح يغيروا توقيته بعد بداية المسلسل الأسيرة، يعني بعد 30 في الشهر. فلحد الآن لا يوجد أي شيء رسمي ومؤكد بخصوص عودة مسلسل الأسيرة من يومي إلى أسبوعي، ولكن أعتقد ربما بعد بداية، كما قلت لكم، بعد بداية المسلسل، يعني قد يعود المسلسل العروس إلى أسبوعي ومسلسل الأسيرة إلى توقيته اللي كان فيه يعني يومي. يعني حد الآن لا يوجد أي شيء رسمي ومؤكد، ونتمنى أن يكون ويستمر مسلسل الأسيرة إلى مسلسل يومي وما بيكون أسبوعي. والممثلة زليخة حتى هي شاركت ستوري عبر حسابها، وبتأكد أنه المسلسل رح يبدأ ب30 في الشهر، ورح تكون مفاجآت كبيرة. وهناك صور بينزلوها فريق الكاست، بتكون مشاهد مع أليف وكذلك هيرا، يعني في حديقة القصر وفي منزل آخر. وهذه الصورة لفخمنا جينيك نزلها عبر حسابه بالإنستغرام من الموسم الجديد، وكان هذا هو الفيديو. أتمنى أن تشاركوني أراءكم وتوقعاتكم، ولا تنسوا ولا تبخلوا علي بلايك الفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.